بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على عطاياه، أن ننسب الفضل أولا لله تعالى، ثم لأسركم، ثم لمعلميكم الذين واصلوا الليل بالنهار في مدارسكم سعيا محكم نحو القمم، ثم أشكر الله تعالى أن مدني بالطاقة والصحة والعمر لأعطيكم من علمي من علم الله تعالى. إخواني جيل 2005، يا من سطرتم ومثلتم المعنى الحرفي لكلمة الفخمين، لقد رأيت هذه الكلمة في كل علامة أفرحت قلبي وعيني. صنعتم المجد، طلبتم العلا والمرتقى الصعب، ولم يصعب عليكم النجاح، فأنتم له أهل. نلتم المنى، وهل يكون المنى إلا لهاماتكم العالية؟ طبتم مجتهدين مثابرين، وحللتم قاطفين ثمار النجاح الذي صنعتموه بأيديكم وجهدكم المبارك. إنها أجمل لحظات حياتي عندما أرى إخوة الطلبة يزفون لي نجاحاتهم، وكأن هذا النجاح لا يكمن إلا بمشاركتي له، وهم لا يدرون بأن الدنيا بأسرها لا تسع فرحتي بهذا النجاح في مثل هذا اليوم. فالحمد لله يا رب بأن قرت عيني وملأ الفرح شعاب قلبي بنجاح إخوتي الطلبة. والله 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 فرحتي بطالب حصل على علامة 101 من 200، وفي لحظة من اللحظات كان فاقدا للأمل بالنجاح، تعادل فرحتي بأولئك الكوكب الذين حصلوا على 199 من 200. والله فبالتوفيق للجميع. شكرا لكم طلابي، شكرا لكم طلابي، شكرا لكم طلابي، شكرا لكم طلابي، فأنتم مكان ومستقر وليس ممر للشكر. أشكر الله تعالى على عطاياه، والحمد لله رب العالمين. للعلم طريق نرسمه، والغاية نمضي للقمة، نمضي للمجد لنجاح، وننير بدربكم العتمة. بجراء تبتدئ القصة، من درس فيها أو حصة، بثراء تبتدئ القصة، من درس فيها أو حصة. فلتمضي معنا بطريق بثراء يا خير منصة، فلتمضي معنا بطريق بثراء يا خير منصة، منصة الثراء خير منصة. ها نحن معا كي نجتمع بطريق تصحبنا الهمة، نقضي بثراء منصتنا كي نصعد صحبي للقمة، نمضي بثراء منصتنا كي نصعد صحبي للقمة. بالجد سنمضي وبالعزم، ورفاقي في طلب العلم، بالجد سنمضي وبالعزم، ورفاقي في طلب العلم. لا نرضى إلا بنجاح، كي نرسم للأهل البسمة، كي نرسم للأهل البسمة، منصة الثراء خير منصة. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت صدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت صدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف.
معدني بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخلي له نبض حي قصتي بفعالي يكتبها الزمان كان يا ما كان بصرارة قوي بصرارة قوي معدني بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخلي له نبض حي قصتي بفعالي يكتبها الزمان كان يا ما كان بصرارة قوي بصرارة قوي من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف في حياتي ما تعودت الصدف ما يخيب اصرار نابع من شغف ثلاث وعشرين مهما تكوني بنزرع أيام جمل ونحصد سنين بنرسم البسمة وطن كل وقت وكل حين خريجنا أكبر مثل خطط وحاول ووصل وبكل فخر بينذكر ثلاث وعشرين ثلاث وعشرين إنجازي نور سيرته وبالأخص دفعته 23 نلتم المنى وهل يكون المنى إلا لهاماتكم العالية؟ نلتم المنى وهل يكون المنى إلا لهاماتكم العالية؟